خبر عاجل، تعرض اللاعب الدولي السابق فهد المصيبيح لأزمة صحية. وبعد تعرضه لأزمة صحية، نقل اللاعب الدولي السابق فهد المصيبيح إلى العناية المركزة. ونشر الكثير تغريدات على تويتر بالدعاء له بالشفاء العاجل. وقال الإعلامي أحمد الفهيد خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: يركض اللاعب الدولي السابق صاحب الخلق الكريم فهد المصيبيح في العناية المركزة بمستشفى الديلة بالرياض لإجراء عملية قسطرة في القلب، وأضاف إلى أنه في أمس الحاجة إلى الدعاء له بالشفاء. اللهم ارزقه الصحة والقوة وأنت أرحم الراحمين. اللهم شفاء تاما، إنك على كل شيء قدير.